إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم أعزائي المتابعين. الله غادي نخصوا هذه الحلقة، هذه حلقة جديدة حول موضوع جديد، مدينة جديدة من دولة جديدة. هنا كنتواجدوا في مدينة دولة تونس الشقيقة، وبالضبط مدينة الحمامات السياحية. إن شاء الله غادي نتكلموا حول موضوع تربية الأرانب من أليف حتى الياء. غادي نخصوا هذه الحلقة هذه للإخوان الهواة المبتدئين اللي مقبلين على تربية الأرانب في المغرب. كنتمنى منكم انكم تدعمونا وتشاركوا معنا في القناه، وان شاء الله كاينين مواضيع جديده وكاين برامج جديده اللي غادي نطرقوا لها بحول الله، وغادي نستضيفوا معنا خبراء وتقنيين اللي غادي يزيدوا يغنيوا النقاش والمواضيع ديالنا باذن الله. الاخوان، المشاكل اللي كيواجههم الهواة والمحترفين في المغرب المملكه الحبيبه، كنلقاو مجموعه ديال الناس كيفتحوا مشاريع ديال الفاج، وفي التالي كيسدو ما كيكملوش العام، كيدور عليهم السنه كنلقاو مشروع يعني سد ما كملش. علاش؟ ملي كنجلسو معاهم وكنبقاو نتحاوروا معاهم، كنحاولوا نستافدوا التجارب ديالهم ونشوفوا المشاكل اللي عانوا منها والاخطاء اللي ارتكبوا، كنلقاو عندهم نقص في المعلومه. يعني قد نقول 99% ديال المربيين في المغرب عندهم نقص في المعلومه، ما عندهمش المعلومه الكافيه باش يتعاملوا مع ذاك الحيوان. حتى البياطيره راه ماشي كاع البياطيره تيفهموا في ذاك المجال، مع احتراماتي لبعض البياطيره راه ماشي كاملين. وحتى المعاهد ديال وزاره الفلاحه كنلقى مجموعه ديال المعاهد، صراحه كاين مجموعه ديال المدارس ومجموعه ديال المعاهد كتقري مجالات عده، ولكن اللي كتجي لقطاع الارانب كتحرف لها. وحتى المبادرات التنميه البشريه اللي كيدفعوا لها واحد التعاونيات المشاريع باش تمولها اللي كيعمروا على تربيه الارانب، كتقول لهم مشروع فاشل، كترفض الطلب ديالهم. علاش؟ لان كنلقاو مجموعه ديال الناس نهضروا بالعاميه هلكوا القطاع، الصماصيره والوسطاء وقد نقولوا تنصابه هلكوا القطاع. يعني الانسان اللي كتقول له تربيه الارانب تيولي خايف، مع العلم ان تربيه الارانب احسن من تربيه الدجاج للحم. الاخوان، خير دليل على ما اقول انك هو انك تلقاو مجموعه ديال المشاريع سدوا. كاين مجموعه الاخوان اللي داروا 300% 400% 500% وفي التالي سدوا، ما قدوش يكملوا. علاش؟ ملي كيدخلوا للسوق تلقاو عالم اخر، واقع حاجه والوقايه والدورات التكوينيه اللي تيديروا وداكشي حاجه اخرى. ملي كيجيو السوق المغربي تيلقاو السوق حاجه واقع حاجه. الدوله ما كتدعمش هذا القطاع، الدوله ما عندهاش علاقه بهذا القطاع، خاصه مجال تربيه الارانب ما كتعترفش به. كتقول لها المهم، كتقول لك مشروع فاشل، وحتى كندخلوا قنوات اليوتيوب باش نحاول ما امكن نستافدوا من التجارب ديال الاخوان، وهذا تيبيعوا لنا الوهم، تيقول لك مشروع تربيه الارانب فيه ملايير، فيه تربح ديال تفعل كذا كذا، وكل انسان تيطمع. حنا كنعرفوا باننا كنا كنحبوا اننا نحسنوا من المداخل ديالنا ونحسنوا نعاونوا الاسره ديالنا، كنحاولوا نسالنا واحد شي شويه الدراهم كنستثمروها في هذا المشروع هذا، ولكن ما عندناش المعلومه، عندنا نقص في المعلومه، ما كنعرفوش نتعاملوا مع ذاك الحيوان، وكنستثمروا فلوسنا. وفي التالي كما تنقولوا تلقاو كيواجهونا مشاكل ديال الامراض ديال الفيروسات، والمشروع ديالنا كيمشيو الدراهم ديالنا تيمشيو وما تلقاوش باش نكملوا. المشكل الاكبر هو ان الدوله وزاره الفلاحه عندها عده معاهد كتشتغل على الحل على الابقار، على الاغنام، على الدجاج، ولكن ملي كتجي ارانب ما كتلقاش اللي يدعم كل عام كل سنه. وهذا ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن نديروا مجهود نرفعوا من هذا القطاع في هذيك البلاد الحبيبه مع ذوك الناس، نحاولوا نتساعدوا معاهم ونتساعدوا معنا باش نزيدوا للقدام ان شاء الله تعالى. هذا هو هادشي اللي هضرت هكا، غير حرقه وحب ديالي لهذا الميدان. كما تعرفوا الاخوان راه ما شاء الله، مرحبا الاخوان الاعزاء والمربيين او الهواه. نحاولوا كما كنقول دائما حنا خاصنا نتحدوا، خاصنا نتعاونوا، نتكاتلوا، نديروا يد في يد باش نزيدوا للقدام، باش نوصلوا حتى حنايا نحسنوا من السلاله ديالنا. لاحظتوا ما عندنا السلاله اصيله في المغرب،
كلشي مكروز كلشي مهجن. خير دليل حاليا كاين الفي اش تي او التسمم الدموي الفيروسي، اللقاح القديم اللي هو كوني برافاك مابقاش كتاكل، خرج فاكسان جديد اللي هو اسمه الفاريو، كاين في ايطاليا كاين في اسبانيا كاين في فرنسا، ولكن حنا باش نستوردوه صعيب علينا حنا كهوة حكام مربيين صغار اننا نستوردوه. ناقشنا هذه القضيه مع مجموعه البياطيره، قلنا لهم جيبوا لنا داك اللقاح ونخلصوه باش بغيتو. قال لك ان لونسا وزاره الفلاحه وزاره الخارجيه وكذا، مجموعه ديال المساطير ومجموعه ديال الامور ومجموعه ديال الحوايج اللي حنا ما نقدوش عليها، فعلاش ما نتحدوش ونحاولوا نديروا واحد الكتله ونتعاونوا بعضياتنا ونستوردوه، وحتى السلعه ديالنا حتى الانتاج ديالنا من الاراضي نسوقوها لاوروبا، نسوقوها لافريك التحت، نسوقوها لاسيا، علاش؟ علاش ما تكونش عندنا حتى حنايا واحد مجازر صناعيه؟ عندنا مجزره صناعيه وحده في المغرب اللي كتهتم بالارانب وما كتخدمش مزيان، كتخدم واحد المده وكتوقف، عاود كتخدم واحد المده وقدو نقولوا كتخدم موسميه، ما كتخدمش طول السنه، وحتى الكونتيتي او الكميه اللي كتخدم عليها قليله ضئيله بزاف على داكشي اللي كنجيو حنايا.